بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يتم في هذا اليوم المبارك يوم الخميس افتتاح جامع العلقاوي في ألبو عجيل، وهذا الجامع هو الصرح العظيم في هذه المنطقة، يتعلمون فيه أمور دينهم العظيم، لا سيما نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، فنستغل هذا الشهر بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بأن نصوم شهر رمضان المبارك ونتعلم أمور ديننا في هذا المسجد من خلال خطبة الجمعة ومن خلال دروس الوعظ والإرشاد التي تقام خلال شهر رمضان. فنبارك للحاج الذي قام العلقاوي الذي قام بناء هذا المسجد على بناء هذا المسجد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته. شيخ قحطان ضم السار إمام خطيب جامع الشهيدين في تكريت. حقيقة الجامع هو مدرسة من مدارس الحياة بالنسبة للمواطن، أو هو مكان الذي ممكن أن يغذي الشاب أو المواطن بالأخلاق وبالحلال وبالحرام. فالمساجد ومنها هذا المسجد إن شاء الله يكون لبنى من لبنات البناء الصحيح فيه مجتمعنا. نطلب من الخطباء وأمة المساجد توجيه الشباب التوجيه الصحيح حتى نحاول أن نبتعد عن الحرام ونتقرب إلى الحلال، لكي أن نبني مجتمعنا مجتمع يسوده الأمن والأمان إن شاء الله. هذا الجامع في منطقة البوعجيل جامع رغم صغر المكان به، ولكن إن شاء الله يستوعب المنطقة اللي هي دائر مدورة، وإن شاء الله يؤدي خدمة للناس من خلال الخطيب وإمام المسجد إن شاء الله. نبارك لهم هذه الخطوة المباركة، ونبارك لعشيرة العلقاوي على قيامهم ببناء هذا المسجد والتبرع من مالهم الخاص، فشكرهم نشكرهم شكر الجزيل إن شاء الله. زهير محمود، معاون محافظ صلاح الدين، شؤون الأمن، شكرا جزيلا. بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك تم افتتاح هذا الجامع اللي تبرع به الشيخ والحاج جمال العلقاوي، بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. وهذا الجامع هو نسأل الله أن يبني له بيتا في الجنة مقابل هذا العمل اللي بناه في عشيرة المعجيل، ونسأل الله أن يكون هذا الجامع من الجوامع اللي تنصح الشباب وتنصح الناس وتدل الناس إلى الطريق الصحيح، ونعود ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن رجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى هو التحامنا وتوادنا وتعاوننا كله عندما احنا نعرف الله سبحانه وتعالى. وهذا ولولا الامن الموجود حاليا لم يبنى هذا الجامع في اطراف البوعجيل وفي منطقه محاذيه الى قريبه الى شارع الدور. علي ندى علي حمد العجيلي، شيخ عام عشيره البوعجيل.